متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الهام، لهذا المهرجان الضخم، مهرجان سمو سيدي ولي العهد للهجن بنسخة الخامسة، في انطلاقات مستمرة في ثاني الأيام وفي الفترة المسائية، انطلاقة جميلة. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. نتقدم وإياكم مع من تبدأ الرحلة، مع من تبدأ الصراع. تتقدم جمايل هي المتقدمة مع مقدمة الشوط، يتقدم بشعار وانطلاقة وحضور راعي جمايل عبد الله بن سالم بن عبد الله آل نابت المري أبناء دولة قطر. الأشقاء يتقدمون مع صدارة الشوط. المركز الثاني أهالي نجران، لا أمان للأبطال أبدا، يتقدمون أبطال الحد الجنوبي، يقدمون لنا رياسة بطشان بن صالح المحامض اليامي راعي نجران يتقدم، وأيضا شعار عميد بن عايد بن صياح بن غنيم المرواني يقدم وجدان، وبن زيتون يقدم لنا انطلاقة مزنة محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري القادم بسعيد، أيضا نار القدوم بن من شعار متعبة علي بن صالح الرزقة، ولكن نعود إلى الصدارة إلى المقدمة، ولكن يا هم صراع يا أخوان، من اللي غيرتها؟ انطلقت بشاير زيد في هذه اللحظات بن سالم بن راشد المري، فرقت الصفوف في انطلاقتها الجميلة، ووصل شعار فراح عبد الرحمن بن علي بن سالم الجربوعي وبن زيتون. يا إلهي يا هذا المنظر، يا هذا المنظر لم تشاهده إلا في مهرجان ولي العهد. الله يا وجدان ومزنة وفراح وفراح، ووصل شعر مياح بن جريس الشمري أمتار أخير الشراب، قادم 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 وصل الأحوير الكربية. أي معركة بن زيتون مع الصدارة وبن غنيم والشمري، أهل حوير أهالي نجران أهالي نجران يتقدمون، الأبطال وأبطال يتقدمون مع هذه النجمة سالم بن محمد بن ناصر الحوير الكربي. شواهين مالية للعيون مالية للعين، مشكور يا الحوير هذا الأداء ولا فلا. المركز الثاني مياح بن جريس الشمري قدم جواهر، ثالثا شعر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قدم لنا مزنا، رابعا شعر السريع سعد محمد الحمد الصافية المري قدم لنا انطلاقة شعاره في هذه اللحظات. المركز الخامس عميد بن عايد بن صياح بن غنيم المرواني الجني مع وجدان. إذن هكذا التنافس، هكذا الروح الجميلة ما بين ملاك الهجن، ما بين أبناء دول الخليج في هذا المهرجان وفي هذا الكرنفال وفي هذا الشوط الجميل. شوط كان رائع بأدائه بروحه الجميلة وبانطلاقات هذه الأسماء المميزة، ولكن التميز يبقى للمركز الأول ومع الكربي. وسلاماتنا إلى وين؟ إلى نجران السلام، من أتوا بالإبداع، من أتوا بالتميز في هذا الإبداع الكبير. لحظات الإعادة ولحظات التوقيت الزمني مع المخرج العزيز شوهين سالم محمد بن ناصر آل عوير الكربي مع شوهين. 3 دقائق 11 ثانية 61 جزءا من الثانية، مشكور يا راعي شوهين، ملأت العين بأدائها الجميل وانطلاقتها لأجمل المركز الثاني. جواهر قدمت أداء كبير واستطاعت الحصول مع المركز الثاني مع مياح بن جريس الشمري، مشكور يا راعي جواهر. 3 دقائق 12 ثانية 67 جزء من الثانية. المركز الثالث شعر محمد بن عتيق محمد بن زيتون المهيري قدم لنا مزنة، 3 دقائق 12 ثانية وفي هذه اللحظات 84 جزء من الثانية. مع المركز الثالث المركز الرابع شعر سعد بن محمد بن حمد آل صافية المري
مع انطلاقة شادية مع المركز الرابع. خامسا وصلت الغزيل والشعار ماجد بن مسلم بن يسلم الصيعري. تهانينا والف مبروك على هذا التميز وهذا الإبداع الكربي. من اقترب للانتصار ومن أدى المهمة مع هذه البطلة شواهين. مشكور يا راعي شواهين وتهانينا والف مبروك والسلامات إلى أبناء نجران. سالم بن محمد بن ناصر آل عوير الكربي انتصر بالناصر في هذا الشوط ليقدم الأداء الكبير. شوطنا الثالث عشر للبكار العام انتهى وبسلام. والنماس غادر مع العويرة. شوطنا القادم الرابع عشر للقعدان المفاريد العام. ويتواصل معاكم الزميل محمد بن فارة المري. رسومنا تعرف مساميها.